تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بشعيبة من إلقاء القبض على مشتبى فيه في سرقة تجهيزات من مؤسسة تربوية واسترجاع المسروقات. تعرضت مؤسسة أحمد زهانة بحي 1900 مسكن بالشيك بلدية شعيبة بحر الأسبوع الفارط لسرقة بعض التجهيزات، ليتم مباشرة التحريات التي أفضت إلى تحديد الهوية المشتبه فيه وتوقيفه، أين أسفرت العملية عن استرجاع المسروقات المتمثلة في ناقلة حديدية، جهاز عرض، مجهر، أداة قطع، قاطع خشب، 6 مصابيح قابلة للشحن، 18 علبة حبر، 24 علبة أقلام تحديد، مكبر صوت من حجم كبير، مسدس غراء، كرسيي مكتب، كابل كهربائي بطول 80 متر، أنبوب نحاسي بطول 30 متر. تم إعداد ملف قضائي ضد موقوف يتضمن جناية السرقة المقترنة بظروف التعدد الليل والكسر، وجناية تخريب العمدي لملك الدولة وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.